Okay, let's go. Hey. Catch! If the legends were true, I'm the only one who can open the vault. What are you doing? Whatever comes, we'll face it together. Let's go. يا مساء الفل أعزائي المشاهدين. النهاردة في الفيديو ده هنستعرض مع حضراتكم أهم الأفلام اللي هيتم إصدارها في شهر أغسطس، وكالعادة هنوضح لحضراتكم قصة كل فيلم باختصار، وهنعرفكم كمان موعد إصدار كل فيلم. وعموما أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، ويا أهلا وسهلا بيكم. وأول فيلم معانا هو فيلم تراب. تصنيف الفيلم بيكون جريمة رعب غموض، ومعنى الفيلم بالعربي يعني الفخ. وهيتم إصدار الفيلم يوم 2/8/2024، والفيلم بيكون من بطولة النجم جوش هارتنيت. وبنشوف أب وبنته وهما بيحضروا حفلة كبيرة جدا، والواضح إن البنت كانت مبسوطة قوي بالحفلة ديت. المهم الأب بيطلب منها إنه يروح الحمام، بس وهو رايح الحمام بيلاقي الشرطة موجودة في كل مكان، والواضح ان الموضوع بيكون كبير. ولما بيسأل احد البائعين داخل المكان عن سبب تواجد الشرطة بيعرفوا اصلا ان الحفلة ديت عبارة عن فخ، وكمان المقصود من الحفلة ديت انهم يقبضوا على مجرم سادي خطير واسمه الجزار. والشرطة كان عندها علم ان الجزار ده هيكون متواجد في الحفلة النهاردة، وعلشان كده الحفلة ديت عبارة عن فخ للقبض عليه. وبنعرف ان الجزار ده قام بقتل اكتر من شخص، وغالبا كده الراجل ده بيكون مريض نفسي. المهم بنشوفه وهو داخل الحمام، وبيفتح كاميرا المراقبة وبيراقب واحد ربطه ومعذبه، والواضح طبعا ان هو الجزار اللي الشرطة بتدور عليه. فيا ترى هيقدر يطلع من الفخ ده ولا هيتم القبض عليه؟ وبصراحة عجبتني قصة الفيلم جدا، وبتوقع ان الفيلم ده يكون من ضمن اهم افلام السنة دي. There's no way to get out of here. I've never felt this before. I feel out of control. Shoot left. Where should I put her? Thank you. تاني فيلم معانا اسمه هارلوت اند ذا بيربر كران. تصنيف الفيلم بيكون انيميشن مغامرة كوميدي، وهيتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 2/8/2024. والفيلم بيكون بطولة النجم زاكري ليفاي، وكمان بيشاركوا في الفيلم النجم لاري هارلي. وأحداث الفيلم مقتبسة من كتاب الأطفال اللي تم إصداره سنة 1955، وكان بيحمل نفس الاسم. عامة قصة الفيلم بتحكي عن طفل صغير اسمه هارلد، والطفل ده في عالمه الخاص بيه كان عنده ألم سحري، وكان أي حاجة بيرسمها بالألم ده بتتحول إلى حقيقة. بس بعد ما الطفل ده كبر قرر إنه يخرج إلى العالم الواقعي، وحتى في الواقع أي حاجة كان بيرسمها بتتحول إلى شيء حقيقي. المهم في يوم من الأيام الألم ده بيقع في إيد واحد شرير، وطبعا كان بيستغل الألم في تحقيق رغباته الشريرة. وهنشوف بقى هارلد وأصدقائه في مواجهة الراجل الشرير ده، وده طبعا من أجل إنقاذ العالم الحقيقي وعالمه الخاص بيه. وبصراحة تحس إن الفيلم أطفالي شوية، بس كان في الإعلان شوية مواقف كوميدية كويسة. وعلى فكرة الفيلم ده بيكون من إنتاج شركة سوني بيكتشرز، فأكيد الفيلم هيكون مصروف عليه، وبتمنى إن الفيلم يكون معمول بشكل كويس ويليق بحضراتكم. were you thinking? Oh, no, honestly, I don't do a lot of thinking. والتالت فيلم معانا فيلم ألماني واسمه كوكو. تصنيف الفيلم بيكون رعب غموض وإثارة، وهيتم عرض الفيلم يوم 9/8/2024. وقصة الفيلم بتحكي عن بنوتة عندها 17 سنة واسمها جريتشن، وبنعرف إن البنت ديت اضطرت إنها تنتقل إلى منتجع منعزل مع والدتها ومرات باباها، ولما بتوصل هناك بتقابل مدير والدها وكان بيرحب بيها واقترح عليها إنها تشتغل معاه، بس البنت بتلاحظ إن في حاجة غلط في المنتجع ده، وكمان كانت بتسمع أصوات غريبة، وفي يوم من الأيام بتتخيل إن في واحدة بتطاردها، وكمان مع الوقت بتكتشف سر رهيب ومرعب عن أصل عيلتها. فيا ترى بقى السر اللي في المنتجع ده؟ والواضح كده من الإعلان إن الفيلم ده هيكون في شوية إثارة حلوين. ورابع فيلم معانا هو فيلم بوردرلاندز. تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة كوميدي، وهيتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 9/8/2024. وبيشارك في الفيلم ده نجوم كبار جدا زي النجمة كيت بلانشيت، وكمان النجم كيفن هارت، وكمان النجمة جيميلي كارتس. وقصة الفيلم ده مقتبسة من لعبة الألعاب الشهيرة اللي بتحمل نفس الاسم. عامة بتدور أحداث الفيلم على كوكب بندورة المهجور، وبنشوف مجموعة من الأشخاص بيتحدوا مع بعض، وده من أجل العثور على كنز مفقود في مقبرة سرية، وهنشوفهم في رحلة مليانة بالأكشن والإثارة، وده كمان من أجل إنقاذ بنت أطلس المفقودة. وبنعرف إن البنت المفقودة ديت بتمتلك مفتاح القوة، بس طبعا في رحلتهم ديت بيتورطوا مع كائنات فضائية وقطاعين الطرق. وبنعرف كمان إن مصير الكون بيكون ما بين إيدين المجموعة ديت. وبصراحة الإعلان كان شكله جامد جدا وفي مشاهد أكشن حلوة، والواضح برضو إن الفيلم ده مصروف عليه لأنه بيكون من إنتاج الشركة العالمية لاينز جيت، وصناع الفيلم ده هم صناع فيلم انشارتد وفيلم سبايدر مان وفيلم فينوم، وكلها كانت أفلام ممتعة وحصلت على ردود إفعال إيجابية. عامة قريب هنتابع الفيلم في ترتيب البوكس أوفيس، وهنعرف ساعتها إذا كان يستحق المشاهدة ولا لأ. How are we gonna get through this? فيلم معانا اسمه It Ends With Us، وتصنيف الفيلم بيكون دراما رومانسي، وهيتم إصدار الفيلم يوم 9/8/2024. والفيلم مقتبس من رواية بتحمل نفس الاسم للكاتبة المشهورة كولين هوفر. عامة قصة الفيلم بتحكي عن واحدة اسمها ليلى، وبنعرف إنها زمان كانت بتعاني من صدمات الطفولة، وكانت حياتها مش أحسن حاجة وهي طفلة، وده كان بسبب العلاقة السيئة ما بين باباها ومامتها اللي وصلت للضرب والإهانة في بعض الأوقات. المهم بنعرف إنها كانت طفلة طموحة وبدأت حياة جديدة، وكان حلمها إنها تفتح محل زهور، بس للأسف بعد فترة بدأت ليلى في رؤية الجوانب السلبية في علاقتهم مع بعض، وكانت بتفكرها بالعلاقة اللي كانت ما بين باباها ومامتها، وكمان حياتها بتتقلب رأسا على عقب بسبب ظهور حبيبها الأولاني، وكان عليها الاعتماد على نفسها في اتخاذ القرار الصح لمستقبلها. وزي ما وضحنا لحضراتكم قبل كده إن الرواية ديت كانت ممتازة، ويا رب يقدروا يوصلوا لنا الإحساس الحلو بتاع الرواية، علشان بصراحة نفسنا نشوف فيلم رومانسي كويس، لأننا بقالنا فترة كبيرة ما شفناش فيلم رومانسي يستحق المشاهدة. وسادس فيلم معانا من ضمن سلسلة أفلام Aliens، والجزء الجديد بيكون اسمه Alien Romulus، وده يعتبر الجزء السابع لسلسلة أفلام Aliens. عامة تصنيف الفيلم بيكون رعب خيال علمي، وهيتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 16/8/2024. والفيلم بيكون من إنتاج العالمي ريدلي سكوت، وكمان الفيلم بيكون من إخراج فيدي ألفرز اللي أخرج أفلام الرعب الشهيرة زي فيلم إيفل ديد وفيلم دون دبريز وفيلم دون دبريز 2. وبتدور أحداث الفيلم ما بين أحداث فيلم إليانز اللي تم إصداره سنة 1979 وفيلم إليانز اللي تم إصداره سنة 1986. المهم بنعرف إن في مجموعة من مستعمري الفضاء كانوا بيتفقدوا محطة فضائية مهجورة، والمحطة ديت كانت اسمها روميلس. ولما بيوصلوا المحطة بيكتشفوا ان في حاجة مش مظبوطة، وخصوصا لما مش بيلاقوا ولا واحد من طاقم المحطة. وبعد كده بيكتشفوا انهم مش لوحدهم وبيلاقوا كائنات فضائية مرعبة بتهاجمهم. فهل هيقدروا يواجهوا الكائنات الفضائية ديت ولا ديت هتكون نهايتهم؟ قصة الفيلم مش جديدة، وغالبا معظم الاجزاء كان فيها شبه من نفس القصة ديت، بس برضه الاعلان كان شكله جامد. والاعلان التاني بين فعلا ان لما بيكون في مخرج شاطر الفيلم بيكون ليه شكل تاني. واعتقد من دلوقتي ان الفيلم ده هيتربى على عرش البوكس اوفيس، لان باختصار السلسلة ديت قديمة جدا وبيكون ليها شعبية كبيرة. وسابع فيلم معانا اسمه ماي بينجوين فريند. تصنيف الفيلم بيكون دراما عائلي، وهيتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 16/8/2024. واحداث الفيلم مستوحاه عن احداث حقيقيه حصلت بالفعل، والفيلم بيكون من بطوله النجم جان رينو. وقصه الفيلم بكل بساطه بتحكي عن صياد غلبان وفي حاله، وبنشوفه وهو بينقذ بطريق صغير، والبطريق ده كان غرقان من الزيت الناتج عن المخلفات. المهم الراجل ده خد البطريق بيته واعتني بيه لفتره، واتعلق بيه جدا، وكان يعتبر صديقه الوحيد. وطبعا كان مبسوط بوجوده جدا، لدرجه ان مراته كانت بتتخانق معاه بسبب تواجد البطريق في بيتهم. المهم في يوم من الايام بيلاقي البطريق نزل الى المحيط وتركه لوحده، وبما ان الراجل ده كان بيحب البطريق جدا طبعا اتأثر بفراقه، وفقد الامل انه يشوفه مره تانيه، وكان ساعتها نفسيته مش احسن حاجه. بس بعد فتره البطريق بيعود ليه مره تانيه، وقصه الراجل والبطريق ده اتشهرت جدا. واعتقد ان البعض منكم شايف ان قصه الفيلم تافهه، بس صدقني لو اتعلقت بحاجه وبتحبها جدا وفقدتها في يوم من الايام هتحس ان في حاجه كبيره ضايعه منك. You and Tindim have quite a friendship. Is he your pet? Not my pet. He's my friend. وتامن فيلم معانا هو فيلم بلينك توايس. تصنيف الفيلم بيكون غموض وإثارة، وهيتم إصدار الفيلم يوم 23/8/2024. والفيلم بيكون من بطولة النجمة ناومي آكي، وكمان بيشارك في الفيلم النجمة شونيك تيتم، وكمان بيشاركهم في الفيلم النجمة علياء شوكات. وقصة الفيلم بتحكي عن رجل أعمال غني جدا، وبنشوفه وهو بيدعو بعض أصدقائه إنهم يقضوا وقت ممتع على الجزيرة الخاصة بيه، وكمان بيدعو واحدة اسمها فريدة هي وصديقتها. وطبعا فرصة زي ديت كانت ما تتعوضش. المهم فعلا بيسافروا إلى الجزيرة وكانوا بيقضوا وقت حلو جدا، وكان نفسهم ما يروحوش من كتر ما كانوا مبسوطين وعايشين حياتهم. بس في يوم من الأيام فريدة بتكتشف ان صاحبتها اختفت مرة واحدة، وابتدت تشك ان المكان ده فيه حاجة غريبة ومش مظبوطة. بالاضافة كمان انها ابتدت تنسى كل حاجة بشكل غريب، وكمان ابتدت تتفقد الصور اللي تم تصويرها علشان ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل وازاي صاحبتها محدش فاكرها. وطبعا كان عليها انها تفوق بسرعة وتكتشف الحقيقة، وده علشان تقدر تنجو بحياتها وتطلع سليمة من الجزيرة. والواضح كده ان الفيلم هيكون في عنصر الإثارة والتشويق. وفي النهاية طبعا بتمنى ان الفيلم يكون كويس ويليق بحضراتكم. وتاسع فيلم معانا هو فيلم زاكرو. تصنيف الفيلم بيكون خيال علمي أكشن وجريمة، والفيلم ده يعتبر من نوعية أفلام الأبطال الخارقين. وقصة الفيلم مستوحاة عن أحداث الفيلم الأصلي اللي تم إصداره سنة 1994. عامة هيتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 23/8/2024. والفيلم هيكون من بطولة النجم بيل سكارسجارد. وفي الأول بنعرف من الراوي إن الإنسان لما بيموت في غراب بيحمل روحه إلى عالم الموتى، لكن الغراب بتاع الفيلم ده عاد بروح صاحبه إلى عالم الأحياء مرة تانية. وقصة الفيلم بتحكي عن واحد اسمه إريك وخطيبته شيلي، والاتنين دول كانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا مرتبطين ببعض. بس في يوم من الأيام بنعرف إن خطيبته تعرضت للقتل بصورة وحشية، وده كان عن طريق بعض الأشخاص الفاسدين. لأنها بالصدفة كانت الشاهدة الوحيدة عن أفعالهم الإجرامية، وتم قتلها وقتل حبيبها إيريك، بس لسبب معين بنشوف إيريك بيعود للحياة مرة تانية، بس المرة دي بيرجع على صورة غراب وقوة خارقة للطبيعة، وابتدى يبحث عن الأشخاص اللي قاموا بقتل خطيبته، وزي ما تقولوا عاد من الموت للانتقام منهم بلا رحمة. وبصراحة الإعلان كان شكله حلو جدا، واللي عرفناه إن تكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 50 مليون دولار. ولو أنت من نوع بتحب تتفرج لمجرد الاستمتاع فقط، أو بمعنى تاني مش مهتم الأحداث ديت واقعية ولا لأ، فأعتقد إن الفيلم ده هيكون مناسب ليك. وبيني وبينكم في أفلام كتيرة كويسة الشهر ده، وكده كده هنتابعهم مع بعض وقت صدورهم في ترتيب البوكس اوفيس. بس دلوقتي بقى لو قدامك فرصة تشوف أي فيلم من القائمة اللي تم عرضها على حضراتكم، فيا ترى هيكون إيه الأولوية ليك وهتختار إيه؟ ممكن تكتب لي رقم الفيلم المتحمس إنك تشوفه في الكومنت، وأنا عن نفسي كنت متردد ومش عارف أختار إيه، بس عامة أنا متحمس جدا لفيلم تراب رقم 1، وكمان متحمس جدا لفيلم ذا كرو رقم 9، ومستني تعليقاتكم علشان أعرف إجاباتكم. بس في النهاية بتمنى من حضراتكم تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وانستجرام من دلوقتي علشان تكونوا أول ناس تعرفوا آخر أخبار الأفلام الجديدة. It's love. Look at what you've become. You know that love promises only pain. You have no idea what hell awaits you. No, I do. How many people have you loved? I'll never be alone. وعموما دي كانت أفضل الأفلام اللي هيتم عرضها في شهر أغسطس. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعة وتفعلوا الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.